شوفوا العمال ايش حطوا عشان مو بيسوون غرفتي يبونها وكذا. البنات يسولفون مع الشغالة، قاعدين يسولفون معها. المهم خلوني أوريكم ايش اللي حصل. هذا اللي بيصير، شفتوا غطوا كل شيء، شالوا الستاير، لبسوا يعني الأشياء المهمة في الغرفة، الكومدينات والتسريحة والسرير. هنا الستاير حطيناها هنا وملبسينها، مع أني ما أبغاها خلاص برميها الستاير. وبكرة يبدؤون في الصبغ، قالوا لي نصبغ هذا طبعا خشب طبيعي 100%. قلت لا، لا الخشب هذا ولا هذا الخشب ولا هذاك الخشب، فقط الجدران. وكمان هنا هذا كله يصبغون السقف. شو شالوا حقات التكييف عشان ما تخرب مع الصبغ. يعني أنا غرفتي ما راح أستخدمها الفترة هذه، بنام عند بناتي. ونسيت أخذ الشامبوهات حقتي، دورة المياه راح هنا، كمان دورة مياه ثانية هنا، كمان في هنا الغرف هذه حقت الكلوزتس.